تحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية. أولا الحمد لله على السلامة، زيارة السيد الرئيس إلى النمسا، قمة مصرية نمساوية، ثم بعد ذلك القمة الأوروبية الإفريقية. الله يسلم حضرتك يا أستاذ أحمد. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك ذكرت، هو الزيارة تعتبر زيارة تاريخية، هي أول زيارة رئاسية أعتقد منذ 12 سنة، آخر زيارة كانت عام 2006. الزيارة زي ما سيادتك ذكرت في المقدمة ليها شقين، شق الحضور المنتدى رفيع المستوى ما بين أوروبا وأفريقيا، والحقيقة عشان نوضح ده فورم جديد أو منتدى جديد بمبادرة من المفوضية الأوروبية تبناها المستشار النمسا سيباستيان كورتس، ووجه الدعوة إلى السيد الرئيس وعدد مختار من الدول الأفريقية بالإضافة إلى بعض الزعماء الأوروبيين، ليكون بمثابة منتدى للشراكة وللتعاون ما بين أوروبا وأفريقيا، وهو بيختلف عن القمة الأوروبية الأفريقية المعتادة. القمة الأوروبية الأفريقية حوالي دلوقتي عقدت 5 قمم، آخرها كانت في أبيجان 2017، هذه القمة الأولى من نوعها وبتعتبر إضافة جديدة، لكن في نفس المسار، هو مسار التعاون ما بين أوروبا وأفريقيا لمزيد من خلق فرص العمل، الاستثمار، الاقتصاد، للنهوض بالأحوال التجارية والاقتصادية بصفة عامة للدول الأفريقية. فإحنا بصدد مسار جديد نعتبرها قمة أفريقية أوروبية مصغرة ورفيعة المستوى. الحقيقة القمة هيبقى فيها جلسة خاصة بالشؤون السياسية وجلسات خاصة بالدفع الاستثمار وتفعيله في أفريقيا وخلق فرص عمل والاهتمام بالشباب والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا والرقملة والحكومة الإلكترونية. ده بجانب بالتوازي إلى 7 موائد مستديرة بالتوازي على مستوى آخر بتبحث بشكل معمق في هذه الأمور. طبعا بجانب القمة هناك جانب كبير مخصص للعلاقات الثنائية ما بين مصر والنمسا. ستشهد طبعا الزيارة لقاء قمة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس. سيتم التباحث حول مجمل العلاقات الثنائية. العلاقات الثنائية الحقيقة ما بين مصر وما بين النمسا علاقات تاريخية وعلاقات ممتدة، وفي تعاون في مجالات كثيرة. هناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيتم التوقيع عليها أثناء الزيارة، خاصة بمجال التعليم، بمجال التعليم العالي، بمجال البحث العلمي، مجال السكك الحديدية، شركات السكك الحديدية النمساوية. احنا هنركز عليه خلال هذه الزيارة التكنولوجيا النمساوية، الصناعة او التصنيع بمعنى الاصح، مناطق اللي موجودة عندنا في مصر من خلال شركات النمساوية. بشكل عام التركيز على دفع الاستثمار النمساوي داخل مصر وزيادة التعاون الاستثمار. التركيز الأساسي في هذا الخصوص في زي ما حضرتك ذكرت في مجال التجارة والاستثمار، في مجال النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا واللي بنقول عليه الحكومة الإلكترونية. طيب الجانب النمساوي، طيب بالنسبة للجانب الإفريقي نتحدث عن القمة، لقاءات سيادة الرئيس، أهم لقاءات سيادة الرئيس المفترض أنه سيلتقي عدد من رؤساء الحكومات أو رؤساء الموجودين في القمة الأوروبية الإفريقية. طبعا بطبيعة الحال أي حضرتك حدث على مستوى المتعدد الأطراف زي اللي احنا بصدده بيتخلله لقاءات ثنائية متعددة على هامش الحدث الرئيسي، سواء من الجانب الأفريقي زعماء أفارقة وشخصيات أو من الجانب الأوروبي، وده جاري ترتيبها اليوم وغدا إن شاء الله. خلي بال حضرتك أنه مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في مطلع فبراير القادم، في أول أسبوع من فبراير. فطبعا مصر ليها ده بجانب دورها الأفريقي المعروف ودورها الكبير المحوري الإقليمي. فاليوم هذه الزيارة دور مصر كبير ليها، زي ما في دور لرواندا بصفتها الرئيس الحالي اللي سوف تنتهي مدتها، الرئيس بول كاجامي موجود رئيس رواندا، وبجانب طبعا السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي. فالجانب الافريقي له يعني له بعد مهم جدا، وكلمه السيد الرئيس خلال المنتدى ستتم يعني ستكون شامله وجامعه لرؤيه مصر باختصار خلال العام القادم في رئاستها للاتحاد الافريقي، وما لدينا من خطط بشكل خطوط عريضه، وما يعني تستعد اليه مصر خلال رئاستها ان شاء الله. قبل سفر السيد الرئيس من القاهره كان في الكليه الحربيه مع طلاب الكليه الحربيه، رساله السيد الرئيس المبكره اليوم ايضا بعد ساعات من حديث سيادته بالامس عن صحه المصريين. هو الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت السيد الرئيس بدا اليوم من فجر اليوم بلقاء بشباب الكليه الحربيه وشاركهم في النشاط الصباحي والتقى بيهم، وده قبل المغادره يعني وقبل القدوم هنا. امبارح طبعا صحه المصريين زي ما حضرتك شفت يعني هو وزاره الصحه بتنفذ مبادره الرئيس في تنفيذ الحقيقه اكبر مسح طبي في العالم. يعني النهارده لما بنتكلم على مسح طبي خاص بحوالي 50 مليون مواطن او 55 او 60 مليون مواطن، لم يحدث في التاريخ الطب او في تاريخ الامم هذا الرقم. يمكن اقرب رقم ليه حاجه و20 او حاجه 30 مليون في نيجيريا، وكان خاص بالايدز اعتقد يعني. فده يعتبر مسح طبي تاريخي شامل دقيق جدا، لانه بيتعامل مع قاعده بيانات معروفه اللي هي قاعده بيانات الناخبين. طبعا زي ما حضرتك شفت هو خاص بفيروس سي ويعني والامراض غير السريه السكر والضغط، وبيتم توفير العلاج ليه. واعتقد انه يعني وزاره الصحه ماشيه بمعدلات كويسه جدا حسب ما حضرتك شفت امبارح في الشاشه اللي عرضتها الدكتوره هاله وزيره الصحه بشكل مفصل وبارقام دقيقه وبيانات واحصائيات مئويه جيده جدا يعني. سياده الرئيس ايضا حديثه عن مصر اللي بتقدمه مصر الدوله المصريه، وقال حجم الانجاز اللي بيتم غير مسبوق، وقال ان احنا بنعمله يعني بيقول انه ما فيش حد عمل زي مصر او الحكومه المصريه في دعم الناس، وبالنسبه للاسكان الاجتماعي، بالنسبه للصحه، بالنسبه للتموين، بالنسبه للدعم بشكل عام. طبعا بلا شك لو حضرتك نظرت النهارده الى الاربع او خمس سنوات التي مضت والى الان، حجم المشروعات القوميه الكبيره جدا اللي بيتم انشائها في كافه ربوع مصر، ولازم اكد على الموضوع ده، ان كان في تحدي كبير جدا بعد عام 2011. لو حضرتك قارنت المشاهد في 2011 و2012 و2013، مشاهد العصيبه جدا اللي كلنا عشناها كمصريين من وضع كان صعب جدا على مصر، وكانت الدولة في على حافة الهواية زي ما بنقول. النهارده تلك المشاهد الصعبة جدا اللي كنا بنعيشها كل يوم تحولت إلى مشهد من افتتاح المشاريع القومية، مشهد الافتتاح أكبر إن شاء الله قريبا أكبر متحف في العالم في المتحف المصري الكبير، سوف يضم 100,000 قطعة، أكبر مساحة للمزارع السمكية، عدد كبير جدا من المدن الجديدة بيتم إنشاؤه في كافة ربوع مصر، منهم حوالي 6 مدن ساحلية وتعتبر مدن ذكية ومدن صديقة للبيئة، العاصمة الإدارية الجديدة. في أقل من شهر من الآن إن شاء الله سوف يتم افتتاح أكبر جامع في الشرق الأوسط وأكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط وافريقيا. الاهتمام بكل هذا انا يعني لا يسعنا المجال ان احنا نعدد الاف المشروعات، وكل مشروع فيهم بيتم بشكل كبير جدا. النهارده الطاقه ومشاريع الطاقه، اكبر مزرعه شمسيه لانتاج الطاقه في العالم في بنبان في اسوان، واكبر محطه لتوليد الطاقه من طاقه الرياح، الكهرباء من طاقه الرياح في جبل الزيت جنب الزعفرانه. ده كل دي ارقام بتتحدث عن نفسها، والمجهود والجهد الكبير اللي بيتم بيتحدث عن نفسه. هرجع تاني واقول لسيادتك انه التحدي الكبير اللي كان بيتم في 2011 عشان نصل بيه الى هذا، ده تم العمل بالتوازي. يعني النهارده لما يبقى في تحدي امام اي دوله زي تحدي الارهاب اللي واجه مصر، كثير من الدول بتتفرغ لهذا التحدي لانه بيمس وجودها وبيمس قيام الدوله نفسه، ولا صوت فوق صوتها يعلو فوق صوت هذا التحدي. اللي حصل في مصر مش كده، اللي حصل في مصر تم التعامل مع هذا التحدي وبالتوازي تم التعامل مع الأوجه الأخرى التنموية وتوفير المشروعات والنهوض بالبلد من جميع الجهات، في التعليم، في الصحة، في الزراعة، في الري، في الإسكان، في كل ما في وزارة في مصر أو في محافظة في مصر إلا ما عجلة العمل تدور فيها بأسرع ما يمكن بمتابعة
على مدار الساعة من السيد الرئيس. ده اللي يمكن بيحظى بتقدير كبير النمساويين في بعض الشركات. نزلت مصر وشافت اللي بيتم. الأسبوع اللي فات نلتقي رئيس نيجيريا السابق ورئيس الحكومة الأسبوعية السابق بيتكلموا على اللي مصر بتعمل المشروعات القومية الكبيرة. ويعني هذه هي الرسالة الواصلة للعالم. هو الحقيقة الرسالة يعني واصلة مش مجرد الكلام. سيادتك تقدر تقرأ الرسالة أنها واصلة من حجم الزيارات اللي بتيجي مصر، من حجم العمل اللي بيجي مصر النهاردة. كبرى الشركات العالمية ورؤساء كبرى الشركات العالمية بيقابلوا السيد الرئيس، بيقابلوا السادة الوزراء. لما الشركات العالمية دي ليها سياسة وليها دراسة جيدة جدا للسوق وللمنطقة بشكل عام، ورأس المال طبعا بيحب ان هو يستثمر في المناطق المستقرة والمناطق اللي بيها فرص واعدة من جميع الجهات. النهاردة لما سيادتك بتتكلم على الكبرى الشركات العالمية، مصر فيها بها عوامل كثيرة جدا بتتيح لتلك الشركات انها تعمل وتنتج في مصر بشكل متكامل، من حيث العمالة المدربة، من حيث تكلفة العمالة، من حيث فرص الاستثمار اللي موجودة، من حيث الأمن، من حيث الاستقرار، من حيث ان منتجات تلك الشركات ايا كانت تلك الشركات ومنتجاتها ليها أفضلية بالنفاذ الى السوق الأوروبي ولا السوق الأفريقي ولا السوق الى السوق العربي من خلال مجموعة كبيرة جدا مصر بتشترك فيها من الاتفاقيات المشتركة للتجارة الحرة وللتصدير من منتجاتها الى تلك المناطق. فبتتيح لمنتجات تلك الشركات أفضلية كبيرة جدا للتصدير يعني للدخول للأسواق المناطق اللي قلتها لحضرتك بمنتهى السهولة وبأفضلية. كل دي عوامل الحقيقة بتؤدي إلى أن مصر تعتبر قلب المنطقة في موضوع التجارة والاستثمار والتوطين الصناعة اللي من بدوره هيضيف إلى السوق المصري كثير جدا. موضوع توطين الصناعة اللي دايما السيد الرئيس بيؤكد عليه. أسابيع قليلة وترأس مصر الاتحاد الافريقي، وحضرتك لسه بتتكلم من شويه، ولكن الافارقه كمان يتطلعوا الى تواجد مصر ورئاسه السيد الرئيس للاتحاد الافريقي لمده عام. ايه اللي مصر الخطوات الاولى اللي هتبدا في بعد تولي الرئاسه الافريقيه؟ ايه اول اهتمامات مصر بانها تتحدث بلسان افريقيا؟ هو الحقيقه لا دعني اقول لحضرتك انه مصر يعني وزي ما السيد الرئيس دايما بيكرر، مصر عادت الى افريقيا مؤخرا، عادت بيد ممدوده للتعاون، للاحترام المتبادل، للمصلحه المتبادله، لاحترام الاوضاع وخصوصيه كل دوله. ولكن مصر عادت بروح البناء والاستثمار وبروح يعني الفائدة تعم على الجميع. النهاردة لو حضرتك لاحظت ان السيد الرئيس دائما ما يكرر انه اللي ناقص افريقيا، افريقيا اولا يعني تعتبر قارة الفرص الواعدة، قارة بها كل مقومات الانطلاق وبها كل مقومات الاستثمار، قارة غنية جدا بمواردها، غنية جدا بمواردها الطبيعية والموارد البشرية. ينقصها الآتي، ينقصها أولا الربط ما بينها سواء بالطرق أو بالطرق الحديدية أو كافة ربط الطرق ولسهولة الانتقال ما بين السلع وما بين الأفراد ما بينهم وبين بعض. ده من شأنه أنه يحدث نقلة كبيرة جدا ما بين الدول الأفريقية، لأن أي نقص موجود في أي سلعة في أي دولة سواء زراعية أو غيرها ده بيتيح لسلاسة انتقالها من مكان إلى آخر. فهذا ده موضوع مهم جدا، وهناك يعني خطط وهناك مبادرات مصرية في هذا الشأن سوف يتم طرحها. أيضا الاستثمار في الموارد البشرية مهم جدا في قطاع الصحة، في قطاع التعليم. النهاردة شوف حضرتك لما حدث تجاوب أو حدث تطور إيجابي كبير جدا في القرن الأفريقي بالتقارب اللي حصل ما بين اثيوبيا واريتريا، ده عم على المنطقه بشكل كبير جدا. فاذا يعني الحقيقه مصر ليها باع طويل جدا في افريقيا. حصلت ظروف طبعا كثيره في الماضي وخلت مصر تبعد عن افريقيا بسبب عوامل كثيره، منها طبعا يعني في الثمانينات وفي التسعينات الاهتمام بالقضيه بالسلام ومؤتمر السلام، وكان في المقاطعه العربيه، وبعد ذلك انهيار جدار برلين والتحول الى القطبيه الاحاديه. ظروف دوليه الحقيقه وعالميه كثيره جدا فرضت تحديات إقليمية وتحديات داخلية أبعدت مصر فترة عن أفريقيا. ولكن أنا بأكد لحضرتك أن أفريقيا حاليا وزي ما حضرتك قلت نحن على بعد أسابيع قليلة من بدء الرئاسة على
قمة أو أجندة وأولوية السيد الرئيس، وإن شاء الله سوف حضرتك ترى السادة المشاهدين أنه يعني في خطط ومبادرات طموحة بيتم بلورتها وسوف يتم طرحها خلال العام القادم، أن تكون مصر إن شاء الله يعني تطرح تلك المبادرات بحيث أن أفريقيا يعني تبقى على الطريق الصحيح. خلي بال حضرتك انه ما يحدث داخل مصر مواكب ما تحتاجه افريقيا، الاصلاح الاقتصادي، الاصلاح الاداري، التنميه البشريه، الاهتمام بالاقتصاد، الاهتمام بتوطين الصناعه، مد الطرق، فتح جسور مع الشباب والتحدث معاهم واعطائهم الفرصه. ده نفس القصه دي بنحاول ننقل هذه التجربه، وده فكر السيد الرئيس انه يكون عابر للحدود ويكون بشكل موسع في القاره الافريقيه. سعادة السفير معلش انا اسف وحضرتك لسه جاي من السفر، لكن في قضية مهمة، مصر تابعت ازاي ما حدث في السويد ما بين الاشقاء في اليمن، ما بين في ميليشيا حوثيين وفي الحكومة الشرعية في اليمن، تابعنا ازاي هذا الاتفاق المبدئي؟ هو الحقيقة انا يعني هتكلم بصفة عامة، يعني زي ما دايما بنكرر ان الموقف لمصر، وزي ما السيد الرئيس بيكرر، هناك موقف ثابت لمصر من جميع القضايا الاقليمية في المحيط الاقليمي، هو الحفاظ على الدولة الوطنية، الحفاظ على المؤسسات الدولة، الحفاظ على وحدة الاراضي، الحفاظ على الهوية، التعامل مع الحكومة المركزية، التعامل مع الجيش الوطني ودعمه وتقويته، لا تعامل مع اي تنظيمات او اي ميليشيات مسلحة. ثبت بالدليل القاطع عبر الزمن وعبر الاحداث الاخيرة خاصة ان من يحافظ على الامن ومن يحافظ على استقرار الدولة وتماسكها عدة عناصر مهمة جدا واصبحت يعني واضحة للجميع. اول شيء المؤسسات، تاني شيء الجيش النظامي والمؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة المدنية، وارادة الشعب ايا كان في الحفاظ على بلوى. في هذا الاطار مصر تبلور موقفها في جميع او تجاه جميع، نتكلم ده اليمن، سوريا، ليبيا، كافة القضايا، ده موقف مصر بالضبط. سيادتك لو حطيت تلك المبادئ حضرتك ممكن تخرج باي نتيجة لموقف مصر تجاه ليبيا، تجاه سوريا، تجاه العراق، تجاه اليمن، اي قضية مصر هذا دور، هذا موقفها الثابت تجاه جميع تلك القضايا. شرفتني يا فندم، اشكرك جدا.